بعد أسبوع على تحول المبادرة الأمريكية بشأن الحرب في قطاع غزة إلى قرار أممي ملزم، لا يزال الأفق أمام نجاحها في تحقيق وقف لإطلاق النار ملبداً بالكثير من السجالات والجدل. لكن الغمامة قد تنجلي هذا الأسبوع على ما يؤكد البيت الأبيض لتكشف على الأقل أين تقف حظوظ إبرام اتفاق أو ماهية الخطوات اللاحقة المتاحة للوصول إلى هذا الهدف. وأجندة البيت الأبيض للأسبوع الحالي على ما حددها مستشاره الأمن القومي جيك سوليفان والساعي لكسر الجمود في مفاوضات الهدنة تسير على خطين متوازيين، يشمل أولهما اتصالات دبلوماسية مكثفة ووشيكة للوسيطين القطري والمصري مع حماس لإبلاغها بتفاصيل ما تراه واشنطن قابلاً أو غير قابل للتطبيق من تعديلاتها المقترحة على المبادرة الأمريكية، فيما ينخرط البيت الأبيض على الطرف الآخر في مشاورات موازية مع إسرائيل. والبيت الأبيض بدا وكأنه يميز بين فئتين من المقترحات التي قدمتها حماس بحديثه عن مطالب متوقعة وقابلة للتطبيق وأخرى غير منسجمة مع روح ومبادئ مبادرة بايدن ونص القرار الأممي المنبثق عنها، تمييز يبدو وكأنه يتناقض مع ما أعلنه القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية حول توافق رد الحركة مع أسس المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار. وتفاصيل التعديلات التي اقترحتها حماس قرأت فيها إسرائيل ما يرقى إلى رفض لما وصفته ببنود أساسية من المبادرة الأمريكية، محملة حماس ضمنياً مسؤولية عرقلة جهود وقف إطلاق النار، بيد أن العراقيل المحدقة بالخطة الأمريكية قد لا تقتصر على حماس على ما يستخلص اثنان من أبرز خبراء الشرق الأوسط في واشنطن آرن ديفيد ميلر وستيفن سايمون في فورين بوليسي، إذ يرى الباحثان بأن بايدن قد يكون الطرف الوحيد الراغب بهدنة توقف دوامة الحرب في قطاع غزة، وبأن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يعولان على عامل الوقت لتحقيق أهدافهما بما ينذر بفشل المبادرة الأمريكية. وربما يندرج إعلان البنتاغون عن زيارة وشيكة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن في سياق مسعى أمريكي لإبقاء قنوات التواصل مع من يصفه الإعلام الإسرائيلي بأحد آخر حلفاء الغرب وواشنطن داخل الائتلاف الحكومي، زيارة حدد البنتاغون جدول أعمالها ببحث الحرب ضد حماس والتطورات في الشرق الأوسط. ينضم إلينا من واشنطن ريتشارد تشاسدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. أستاذ تشاسدي، كيف تقرأ تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بأن المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن حماس موافقة عليه؟ نعم، أعتقد أن ما يحاول إسماعيل هنية فعله هو كسب بعض الوقت، فهو يفهم أنه من خلال تقديم هذه العروض على الطاولة فتزداد أهمية هذه الجهود. مثلاً الأمم المتحدة صادقت على هذه المبادرة الإسرائيلية المتألفة من ثلاثة مراحل والتي اعتمدتها الولايات المتحدة أيضاً، لكن هذه لعبة خطيرة بالنسبة لحماس، لأنه وكما تعلم في غضون التوصل إلى وقف إطلاق نار سيعمل الإسرائيليون بجهد كبير على تدمير الكتائب الأربعة المتبقية لحماس في قطاع غزة، وحماس ما زال لديها ما يقارب 12,000 مقاتل في قطاع غزة. إذن ما يحاول هني فعله برأيي ومن خلال تحليلي هو تحويل التركيز في المفاوضات على المواقف الداعمة لحماس، وكلما امتدت هذه المرحلة كلما ربما كان هناك مواقف داعمة لحماس وذلك
إذن في محاولة لحماس لكسب بعض الوقت والمكاسب، ولكن بني غانتس انسحب من حكومة إسرائيل. إذن في الداخل الإسرائيلي انخفض عدد الوزراء في حكومة الحرب، والآن وزير الدفاع غالانت ورئيس الوزراء نتنياهو يقاتلان بشراسة للمحافظة على دعم الوزراء اليمين والمحافظة على هدوئهم. أي هنا أتحدث عن وزير المالية ووزير الأمن القومي. هناك ضغط يفرض على الجانبين، ويجب ألا ننسى ما جاء في الصحافة الأمريكية وكيف أن وزير الخارجية يضغط على إسرائيل، لكن من فائدة حماس أن تمتد هذه المرحلة. هذه الحالة هشة للغاية كخلاصة، وأعتقد أنه يجب أن ندخل في المعادلة حزب الله وماذا يفعل حزب الله في الشمال. ففي الأيام الأخيرة كان هناك تصعيد في القصف المتبادل بين حزب الله وقوات الدفاع الإسرائيلية، والقادة الإسرائيليون الآن يفكرون في ماذا سيفعلون مع حسن نصر الله وحزب الله، ويفكرون ما إذا كان من الممكن فتح جبهة أخرى. هذا الأمر أيضا يفرض ضغوط سياسية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، فهو يشعر بالضغط من الحزب الجمهوري ومن الحزب الديمقراطي أيضا. فبعض الديمقراطيين كما تعلم غاضبون من كيفية أداء الجيش الإسرائيلي لكل هذه العملية في قطاع غزة، وهم مستاؤون من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في القطاع بالإضافة إلى عدد الجرحى. وهذا بحسب تقارير أممية التي أفادت بأنه من المرجح أنه تم اقتراف جرائم حرب، وهذه الجرائم تؤخذ بعين الجدية. وقالت هذه التقارير أنه مثل هذه الجرائم ارتكبت على يد الجيش الإسرائيلي وعلى يد حماس في الوقت نفسه. إذن مجرد فكرة أنه تم اقتراف جرائم حرب في غزة هي خطيرة وتضع ضغطا على الجانبين، ويجب أن نفكر فيها دائما وأن نبقيها في فكرنا. إذن هذا هو الوضع، وربما بحسب إسماعيل هنية سوف نجد عوامل أخرى في وديناميكيات إما في الحكومة الإسرائيلية وإما في الساحة السياسية الأمريكية أيضا، وتنشب الاحتجاجات أيضا المطالبة بالإفراج عن الرهائن. نقطة محددة ذكرتها بأن موافقة أو إعلان إسماعيل هنية بأن الحركة موافقة على الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار هي لعبة خطرة وهي لكسب بعض الوقت. أيضا كان هناك مقال ضمن مجلة The Foreign Policy قالت فيه أن نتنياهو والسنوار يبدو أنهما يستخدمان الوقت لصالحهما بينما يسابق الزمن الرئيس بايدن. كيف تنظر إلى هذه الديناميكية وكيف ممكن أن تؤثر على الفرص، خصوصا بأن كان هناك زيارة لوزير الخارجية لحث الطرفين على الموافقة على هذه الخطة؟ نعم، أعتقد أنه من العادل أن نقول أن الوقت يداهم الرئيس بايدن. بالفعل كان هناك استطلاع رأي اطلعت عليه أفاد بأن شعبيته انخفضت مقارنة بشعبية الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو أيضا يواجه بعض المشاكل في الدول المتأرجحة مثل ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا.
الولايات المتأرجحة. أعتقد أنه يواجه مشاكل في هذه الولايات المتأرجحة وميشيغان بشكل خصوصي. فهناك جزء كبير من السكان في ديربون مثلا، لكي أعطيك مثالا، من خلفيات عربية. نتحدث عن آلاف الأشخاص الذين هددوا بعدم التصويت أصلا وبعدم الذهاب للاقتراع، وكانوا يقولون بأنهم سيكتبون مثلا وقف إطلاق نار أو انسحاب بدلا من وضع اسم مرشح. إذن الرئيس بايدن هو بحد ذاته يتعرض إلى ضغوط ويحاول أن يعيد شعبيته. وأيضا حاكم ميشيغان سيتعين أن يتخذ خطوات كبيرة في هذا السبيل. وأيضا داعمو بايدن في ميشيغان وفي يعني بنسلفانيا. لا استاذه تشاسدي، لا اريد ان يعملوا كثيرا، لا نريد ان نتحدث عن تاثير هذه الحرب بقرارات الناخبين. اريد ان اركز عن الخطه التي اقترحها الرئيس بايدن. لنعود لحسابات نتنياهو السياسيه. انت ذكرت انسحاب بني غانس، ايضا المواقف من قبل الوزراء من اليمين المتطرف مثل بتسيل سموتريتش، إيتامار بن غفير، الذين تلاسنوا وكان هناك جدل بينهم وبين أهالي المختطفين في غزة، المختطفين الإسرائيليين. برأيك كيف ممكن أن يوازن نتنياهو بين الضغوط السياسية الداخلية والمطالب الدولية وتحديدا المطالب الخارجية، مطالب الرئيس الأمريكي؟ إذن يؤسفني أن أقول هذا، ولكن برأيي وزير الدفاع يفكر في رئيس الوزراء نتنياهو، وهم يضعون حساباتهم بشكل يولي الأولوية إلى حسابات البلد، وهذا يعيق التوصل إلى وقف إطلاق النار. كما ذكرنا، هذه المبادرة تتألف من مراحل ثلاثة. أول مرحلة هي تتألف من مثلا 6 أسابيع للسماح بالإفراج عن جزء من الرهائن، لكن أعتقد أن رئيس وزراء يفكر في مصالحه أيضا، ولذلك سترى بعض الاختلافات في الرأي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء بنجامين نتنياهو. لكن نتنياهو سيتعرض إلى ضغوط أكبر من جانب عائلات الرهائن والعديد من الأشخاص الذين يتفقون مع غانتس بأنه تدعو الحاجة إلى خطة ملموسة. ولكن سؤال أخير أستاذ تشازي، لكن يبدو يعني في ظل نفوذ محدود للرئيس الأمريكي على قرارات حماس وعلى السنوار، وهو مقيد بجدوله السياسي المحلي، كيف برأيك ممكن أن يكون هناك أدوات، أو ما هي الأدوات التي يملكها الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت تصرفه للضغط على الحكومة الإسرائيلية في ظل مواقف متناقضة داخل هذه الحكومة من أجل فعلا تنفيذ المخطط الأمريكي لوقف إطلاق النار؟ إذن هناك ضغوط وأيضا مثلا تحفيزات يمكن استخدامها. أولا فيما يتعلق بالضغوط، مثلا يمكن التهديد بتعليق أو سحب الدعم الأمريكي مثلا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويمكن التهديد بتعليق أو فرض شروط على الأسلحة، إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل. وهناك تحفيزات هي إيجابية، مثلا قد تشمل أمور متعلقة بإيران أو مناقشات حول إيران. فهناك أيضا مثلا حرب دائرة مستمرة ضد داعش، وفي
مقاطعة بلوشستان هناك منظمة إرهابية تعمل، وهي أسسها ريغا وتم قتله من قبل الإيرانيين. مثلا مثل هذه المنظمة أعلنت ولائها إلى داعش، وهي تعد مثلا عدوا مشتركا. يمكن مثلا على الولايات المتحدة أن تفكر بتوفير الضمانات الأمنية والعمل الأمني حيال هذه المنظمات الإرهابية، وهكذا توفر بعض الدعم، ويكون هذا بمثابة تحفيز لإيران. ومقابل ذلك يمكن فرض ضغط على إسماعيل هنية من جانب إيران التي يمكنها أن تفرض ضغط على يحيى سنوار أيضا، وهكذا يتم الاتفاق على الشروط. شكرا لضيفنا أستاذ ريتشارد تشاستي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن.